السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. التي استغرقت ساعات طويلة أكثر من 11 ساعة، انتظار 9 ساعات بمطار الجزائر حتى تصدر التأشيرات، الأجواء الصعبة في الرطوبة والحرارة وما إلى ذلك، في نفس التوقيت طرد من أول دقائق المباراة أثر على الفريق، لكن كل هذا لا يعطينا مبرر أن الفريق استطاع أن يحقق الصعب وهو خطف التعادل في نهاية الشوط الأول. لماذا لم يستطع فريق شباب بلوزداد الحفاظ حتى على النسق في الشوط الثاني؟ أنا أعتقد أن العامل البدني كان عنده دور كبير يا أحمد، عندما تلعب في الظروف خصوصا المناخ وكما التنقل بدنيا المباريات هذه المفروض تعمل 5 تغييرات لإعطاء الدافع، تعطي قوة بدنية للاعبين. تلعب 5 لاعبين، تغير 5 لاعبين، أنا عارف الظروف صعبة وعارف أن هناك رطوبة، فبالتالي يكون عندك يعني تخطيط ويكون عندك استراتيجية للمباراة. الشوط الأول تكلم لاعبين، يعني لاعبين لازم اللي يتعب، هناك 5 لاعبين اخرين، عندنا مسموح ب5 تغييرات. اهم شيء انك تحافظ على توازن الفريق. اليوم فريق ما شاهدناش متوازن، صح، ادى بشكل جيد الشوط الاول، مع الشوط الاول نهايه الشوط الاول سجل هدف لكن بعد ذلك انهار، وهي درس، لازلت هناك مباريات مقبله، وبالتالي نتمنى ان شاء الله انه يتجاوزها فريق بلوزداد. وكما قال رفيق، يعني خساره بنتيجه كبيره في مباراه افضل من الخساره في 4-5 ماتشات، وان شاء الله يكون التاهل من نصيب طبعا فريق شباب بلوزداد. طيب تبديلات تعقيبك عليها، طيب احنا تحدثنا عن نقطه مهمه رفيق، وان كان في بعض العناصر ادت بشكل رائع في مباراه مازيمبي وفوجئنا بانها خارج التشكيله في هذه المباراه ولم يشاركوا، تعقيبك على هذه النقطه وتبديلات المدرب.